ربطة الخبز عملت لك عقدي، بدك جبران كان داحي، مع انه انت اللي بمعراب ببيتك. جبران خرق لي بيتي يوم. وين بتحط ضمانتك؟ عند نبيه بري ولا عند سعد الحريري؟ كنت بفضل حطها بالعبقر. بيناتنا ما بتحن على المادة الزيتية؟ إذا اضطر الأمر طبعاً. بحياة بشير اخترت سمير، مش هلأ بدي انحرج. لو ما فخامة الرئيس شايف بجبران نسخة عنه ما كان بيقدمه على كل الآخرين. يعني هيدا مديح. ليش مش ذم للرئيس؟ أكيد أمين عام حزب الله. ما جرب يعمل لي عملية اغتيال لا أنا ولا حدا من زملائي. أسعد حدين جرب. طبعاً. سمير جعجع رئيسا صعبة. جبران بيسيل أو الفوضى هذا بده يتحكم فينا نروح ننتحر. وراء الرجل العظيم امرأة تنطبق على سمير جعجع؟ ما فيها أكيد. يوم الرابع عشر من آذار وصل اليوم إلى قطاع غزة صبرا وشتيلة. كان في جهاز أمن برئاسة إليح بيئة متعامل مع الإسرائيلي، وتبين بعدين كمان أنه متعامل مع السوري في نفس الوقت. اللي قوم بو السراج بعد ما بيسل. هل بشير كان انتخب من لا يؤمن بسيادة لبنان؟ الله يرحم خيوه. يلي شطب الصليب وقتل فيه الناس، خيلوا معنا شو هالعذاب وشو هالظلم. شيك لي ناكس تأبكي على الظلم اللي لحق فيه لجبران قبل ما جاود. أنطوان زهرة ضيف سؤال محرج مع توني خليفة، الأحد 10 إلى 3 المساء على LBCI وصوت بيروت انترناشنال.